السلام عليكم طلاب، وياكم مستر في المدرسة العراقية الألمانية فرع اليقار. اليوم درس الرياضيات للصف السادس، هو الفصل السادس الدائرة. هذا الفصل راح نتناول أول موضوع اللي هو أجزاء الدائرة ومن تتكون الدائرة. راح يجيكم مصطلح نصف قطر الدائرة وقطر الدائرة، عندنا أيضا محيط الدائرة ومساحة الدائرة. فقط الأجزاء اللي مطلوبة من عندكم هسه اللي هي نصف القطر والقطر، ونتعرف عليهن. هنا عندنا الدائرة مثل الساعة، مثل القرص، مثل عجلات الدراجة، وهواي نماذج عندنا بحياتنا اليومية راح توضح لنا الدائرة. هسه عندنا الموضوع الأول اللي هو أجزاء الدائرة. يقصد أجزاء الدائرة، عندي هنا ورقة دائرية، تمام؟ نقوم بطي الورقة مرتين كما في الشكل، هاي المرة الأولى هاي المرة الثانية، راح يتكون عندي هذا الشكل. هنا عندي مستقيمات، هاي المستقيمات هي تمثل لي القطر ونصف القطر، حيث أن نصف قطر الدائرة هو طول قطعة المستقيم الواصلة بين مركز الدائرة وأي نقطة أخرى على منحني الدائرة. هسه راح نوضح لكم شنو يقصد بهذا الكلام. هسه أنا عندي هاي دائرة، تمام؟ هالشكل دائرة. هنا عندي بالوسط هنا المركز، تمام؟ أي قطعة مستقيم، تمام، تمر بالمركز، وأي نقطة على منحني الدائرة هو يمثل نصف قطر. عندنا أنصاف، أقطار، هواي، ما عندنا نصف قطر واحد أو اثنين، لا، حيث أنه توجد عدد غير محدود من أنصاف الأقطار. هنا هالشكل يوضح لي هاي الدائرة. هنا نصف القطر، تمام، من المركز إلى أحد نقاط منحني الدائرة. أما القطر يكون من نقطة في منحني الدائرة إلى نقطة أخرى مرورا بالمركز. واضح شنو مرورا بالمركز؟ يعني هذا المستقيم اللي راح نكونه من هاي النقطة لهاي النقطة يجب أن يمر بالمركز. مثلا هسه إذا أريد أرسم، تمام، من هاي النقطة إلى هاي النقطة أيضا، هل يمثل هذا قطر؟ لا، ما يمثل هذا قطر اللي أنا رسمته، تمام؟ ليش؟ لأنه ما يمر بالمركز. بس إذا أرسم مستقيم آخر، هذا يمثل قطر. ليش؟ لأنه مر لي بالمركز. واضح؟ فالقطر هو كل مستقيم بين نقطتين على منحني الدائرة يمر بالمركز. احنا من اسم قطر ونصف القطر، مثلا اذا كان القطر 10، فنصف القطر نصفه، نصف العشرة راح يكون 5، حيث ان في اي دائرة طول القطر هو ضعف طول نصف القطر، تمام؟ اذا منطيني مثلا نصف القطر 3، فطول القطر راح يكون ضعف الثلاثة اللي هو 6. أما إذا أريد أطلع القطر هو نصف القطر في 2، إذا أريد أطلع نصف القطر هو القطر تقسيم 2. دائما نرمز القطر بالرمز قاف ونصف القطر بالرمز نون قاف، تمام، نصف القطر. هسه عندي هنا نشاط 1، حاول إيجاد القطر أو نصف القطر في كل مما يأتي. عندي النقطة الأولى قال لي نصف القطر نون قاف معناها نصف القطر يساوي 5 سنتيمتر. إذا القطر، قلنا القطر هو نصف القطر في 2، 5 في 2 يساوي 10، نكتب 10. هنا عندي نصف القطر هو 7.5، تمام؟ أما القطر 7 و5 بالعشرة في 2 راح يكون الناتج 15 سنتيمتر. النقطة الثالثة، نصف القطر مجهول بس عندي القطر هو 16، راح أقول عند أطلع نصف القطر 16 تقسيم 2 8، إذا نصف القطر 8 سنتيمتر. النقطة الرابعة أيضا نصف القطر مجهول، القطر شقد عندي 11، تمام، نصف القطر 11 تقسيم 2 راح يكون الناتج 5 و5 بالعشرة، راح نكتبه 5 5 بالعشرة، استخدمنا القسمة الطويلة،
تمام. هسه هذا حل النشاط الأول. عندي مصطلح اللي هو الوتر. الوتر هو قطعة المستقيم التي تصل بين نقطتين على الدائرة دون أن تمر بالمركز. إذا تذكرون المثال اللي أخذته قبل شوية من رسمت قطعة مستقيم بدون ما تمر بالمركز، قلت لكم ما تمثل لا قطر ولا نصف قطر، شنو نسميها؟ مصطلح الوتر، تمام؟ هو قطعة المستقيم التي تصل بين نقطتين على الدائرة اللي هي نقطة ألف ونقطة باء دون أن تمر بالمركز. هسه شنو أخذنا إحنا؟ أخذنا نصف القطر والقطر والوتر، أخذناهم بالدائرة. هنا أنا عندي الموضوع رسم الدائرة. لرسم دائرة يجب أن تعلم طول نصف قطرها، تمام؟ نستخدم الفرجال. هنا أنا أرسم دائرة نصف قطرها 2 سنتيمتر باستخدام الفرجال. نستخدم هاي الدائرة، نرسم عفوا هاي الدائرة. راح نحدد المركز اللي هو بالوسط، قايل لي نصف قطرها 2 سنتيمتر، تمام؟ حدد بالفرجال 2 سنتيمتر، راح يكون من هاي النقطة إلى هاي النقطة نصف القطر هو 2 سنتيمتر. هاي كانت كمقدمة للموضوع عندنا. هنا هسه نشاط أرسم دائرة نصف قطرها 5، أرسم دائرة نصف قطرها يكون 7 سنتيمتر، أيضا أرسمها عن طريق الفرجال. هسه كمقدمة للموضوع الدائرة أخذنا بها كيفية رسمها، وحددنا شنو القطر شنو نصف القطر وشنو الوتر. هسه وصلنا إلى موضوع محيط الدائرة. شنو يقصد محيط الدائرة؟ احنا عرفنا بأي شكل مهما كان بعيد عن الدائرة، قلنا معنى المحيط هو السياج الخارجي أو الحافة الخارجية لكل شكل مهما كان رباعي أو ثلاثي أو دائرة. محيط الدائرة هم نفس الحالة نفس التعريف، محيط الدائرة هو الحافة الخارجية للدائرة. هسه عندي أنا هاي الدائرة، تمام؟ هذا الخط عندي هو المحيط، تمام؟ اللي هو راح يكون داير مداير الدائرة. من أريد أقيس المحيط عندي قانون، نقدر إحنا نقيسه بطرق أخرى، مثلا هسه لإيجاد محيط الدائرة يمكن استعمال خيط ملون، نقوم بلفه حول الدائرة ثم نقيس طول الخيط بواسطة المسطرة. مثل عندي هسه هاي الدائرة، أجيب الخيط راح نلفه حول الدائرة، تمام؟ بعدين نقصه ونقيسه بالمسطرة راح نعرف قد طولها إذا كان عملي، تمام؟ هل توجد طريقة أخرى لقياس المحيط؟ نعم، عندنا طرق اللي هي بالقانون راح نقدر نقيس المحيط. شنو القانون مال محيط الدائرة؟ محيط الدائرة هنا وياي ركزوا يساوي القطر في باي، تمام؟ هذا الرمز يقرأ باي، والقطر احنا وضحنا شنو القطر اللي هو كل نقطتين يمرن بالمركز، واضح؟ باي هسه القطر عرفنا وراح ينطيني اياه بالسؤال، اما باي هي عبارة عن نسبة ثابتة، تمام؟ نسبة ثابتة كأن تكون عدد ثابت، واضح؟ يمكن كتابتها بشكلين، اما هنا عندي يمكن ان نكتبها بشكل 22 على 7، واضح؟ هنا عندي 22 على 7 اذا احتاجينا اختصار هي، تمام؟ او نقدر نكتبها بالشكل اللي هي 3 عدد صحيح و14%. ارجع واكرر انه محيط الدائرة يساوي القطر في باي. القطر راح يكون موجود عندنا بالسؤال، باي هي نسبة ثابتة وتكون اما 22 على 7 او 3 عدد صحيح و14%. هسه راح ناخذ امثله هنا ونوضح لكم شنو شلون نجد محيط الدائره. القانون محيط الدائره لازم ينحفظ، تمام؟ اللي هو القطر في باي. عندي المثال الاول، دائره قطرها 21 سنتيمتر، جد محيطها، تمام؟ عندنا قانون للمحيط، نكتبه محيط الدائرة يساوي القطر في باي، واضح؟ هسه نكتبهن كأعداد، القطر منطينية 21 سنتيمتر، نكتب 21 سنتيمتر في باي. أما نختار 22 على 7 أو 3 و14%،
اللي يفيدك، اللي تقدر مثلا نستفاد من عنده بالاختصار. هنا عندي 21 اقدر استفاد من عندها بالاختصار اذا اخذت النسبة الثابتة اللي هي 22/7، وانت مخير مثلا ردت تختار 3 على الصحيح و 14%، ماكو مشكلة تضرب ضرب اعتيادي ويكون الناتج عندك. هسه 22/7 راح اكتبها، نضرب هنا انا عندي 21، عندي المقام مالتها 1، راح نضرب بسط في بسط، مقام في مقام، 21 في 22 نزلتها، 1 في 7 7. اكو اختصار؟ نعم اكو اختصار. 7 كم 7 بيها 1، 21 كم 7 بيها 3. تمام، نضرب هسه 3 في 22، 3 في 2 6، 3 في 2 6، اذا المحيط 66 سنتيمتر. على شنو اعتمدنا؟ على قانون محيط الدائرة وعلى النسبة الثابتة. فأساس أن يكون الحل صحيح لازم نحفظ القانون ونحفظ مقدار النسبة الثابتة. هذا بالنسبة للمثال الأول. أما المثال الثاني، صحن دائري طول نصف قطره 11 سنتيمتر. نركز هنا شنو قايل لي؟ نصف القطر، واضح 11 سنتيمتر. جد محيط الصحن، المحيط قانون المحيط يساوي القطر في باي. القطر انا شنو منطيني بالسؤال؟ نصف القطر. تمام، شنو لازم اطلع؟ القطر. القطر هو عندي نصف القطر في 2، 11 سنتيمتر في 2 يساوي 22 سنتيمتر. هسه القطر موجود، قيمة الباي راح نختار 3 و14%، راح نجد المحيط يساوي 22 اللي هو القطر، في النسبة الثابتة اللي هي الباي 3 و14%، راح نرفع الفارزة، راح نضرب 22 في 314، وبعدين ننزل الفارزة، فيكون الناتج 69 عدد صحيح و8% سنتيمتر يمثل محيط الصحن. إلى هنا انتهى درسنا إن شاء الله لليوم. راح يكون الواجب على الدرس القادم حل تمارين 6/1 بالنسبة إلى محيط الدائرة. أشوفكم بخير إن شاء الله.